في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، تواصل المراكز الطبية بمحافظة مصر كافة عملها على مدار الساعة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية كافة للمواطنين بالمجان، التي تتضمن صحة المرأة والكشف المبكر لضغط السكر والاعتلال الكلوي والمقبلين على الزواج وكبار السن وغيرها من المبادرات الفاعلة. التحاليل اللي في المبادرة بتشمل مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض السرية وهي قياس الضغط والسكر والاعتلال الكلوي وقياس وظائف الكلى وقدرة ترشيح الكلى على المواد السامة، ثم بعد ذلك مبادرة صحة المرأة وهي مبادرة كاملة متكاملة بذاتها من كشف وتحويل، تبقى في بيننا وبين المستشفى اللي تم التحويل ليها حاجة اسمها تغذية رجعة، في حاجات إيجابية وحاجات سلبية، ده بيكتف في تقييم شهري بيقدم أصلا للإدارة علشان لو في أي مشاكل بنتلافاها. بكل مسن فوق من أول 65 سنة فما فوق بيتعمل له كل المبادرات دي، بالإضافة إلى ثلاث استبيانات مهمة جدا وهي استبيان الصحة، استبيان الغذاء، استبيان الحالة العامة. بنعلمه حاجات كتيرة جدا يعملها وبنقول له إن في هنا قسم مهم جدا اسمه قسم العلاج الطبيعي وقسم التغذية العلاجية، ده بيدخل في منظومة الإحالة الداخلية للوحدات الصحية تبع لمنطقة الويلي. كما تم خلال تلك المبادرات الرئاسية عمل ملفات طبية لأصحاب الأمراض المزمنة التي تهدف إلى توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية لهم بشكل دوري. بيجي المريض بنفتح له ملف برقم البطاقة، بناخد منه أفراد الأسرة، لو في حد تاني معاه في الأسرة برضو مريض بنسجله برضو معنا هنا على الملف وبندي له رقم بحيث يجي يتابعنا كل أسبوع لصرف الأدوية. اي حاجه تانية بتلزمه احنا بنوجهه، لو مثلا محتاج اي تخصص تاني مش موجود عندنا بنوجهه للمكان الصح، وعلى قد ما بنقدر احنا بنعمل له كل اللي يلزمه هنا بحيث يبقى انتفع عمل التحاليل واخد العلاج اللازم كمان. كما تضمنت المبادرات الرئاسيه برامج توعويه وتثقيفيه عن اهميه تلك المبادرات وكيفيه التعامل معها بشكل فاعل. رسائل صحيه ورسائل توعويه بديها للمواطن من خلالها بقدر ان انا امنع عنه امراض ومشاكل كتيره جدا هو بيتعرض ليها، والمشاكل دي لو حصلت بتعمل عرقله في الاسره وبتعمل عرقله في القطاع الصحي وبتشكل لود كبير قوي او حمل كبير قوي على القطاعات الصحيه كلها. بخلع الجلافز وبغيره ما بين كل مريض ومريض. الحاجه الثانيه ان تبقى فيه سريه وخصوصيه تامه جدا لاي مرض يتفاجئ بيه البيشنت، وطبعا بنعرف نتعامل معاه من خلال تحويله الى اذا لازم علاج اقوى يعني اعلى من امكانيات المكان فبنعمل له احاله. بصرف علاج وحللولي واكتشفوا ان في سكر وكده وباجي كل شهر هنا بصرف علاج خدمه مجانيه. جهود مضنية تبذلها الدولة المصرية من خلال تلك المبادرات الرئاسية الفاعلة لتقديم كافة الخدمات التشخيصية والوقائية بهدف توفير بيئة صحية آمنة للمواطن المصري أينما كان. محمد حلمي، التلفزيون المصري.